السلام عليكم الاخوت، وصباح الخير ومرحبا بكم في كانتي مساء اليوم اللي غيكون في رينيوكات سيزيام كورس تيران راون. اليوم السبت في 2850 غيكون 18 عود كورد اغوش. كما كنشوف الاخوان 18 عودية هذه كاينين سبعة ديال الخيل في لي فافوري، كنزيدو ناف 14 7 11 12. غادي نختارو منا شي حاجة، ربما نختارو منا أربعة ديال الخيل، وغادي نختارو من هنايا أربعة أخرين، يعني 6 3 10 13 5 8 18 17 16 4 1. دوما لي توكار، يعني كاينين يعني 11 عود في ليزو تسايدر. بالنسبه للبلي رابيد 15 8 7 6 1، بالنسبه للشونجمون ديال لونترينور 3 17، كذلك ديرني سوكسي سوغ لو باركور 4 6 15. باسي ديال لا كورس ما كاينش، يعني الكورس غتكون. بالنسبه للاخوان الاختيارات ديالي كاينين واحد 4 ديال الخيل، هما لي 4 برومي ديال لي فافوري، مول 3 مول 4 مول 9 مول 13. هادو غادي نختاروهم الاخوان. ناف 12 مشاو بيناتهم، اسبقيه الناف اللي مشى فافوري، كان 7 خيول مزيانه. بالنسبه لي زوت سايدر راه غادي نمشيو عند لي زوت سايدر. لي زوت سايدر كاين الويت، كاين العشرة، كاين الخمسة. خمسة بشحال غادي بتلو 60، العشرة بربعة وخمسين، والثمانية بربعين. هادو ثلاثة ديال لي زوت سايدر. غيبقى لينا شي حاجة نقدرو نحبسو هنايا، أولا نزيدو شي عود، ربما يقدر يكون ربما في الدوزيام بوطو، ربما يقدر يكون في الدوزيام بوطو، يقدر يباغتنا. هو الديزويت، الديزويت اللي يقدر يباغتنا. بالنسبة للاباز هنا فينا يوقع المشكل في لاباز، نتمنى نخليو، لأن جوج ديال الخيل في الدوزيام بوطو هي 15 18. لاباز ربما غتكون 15 ناف 15 ناف، أولا ناف 7، كان ست أولا ناف 7. بالنسبة ل إلا درنا ناف 7 غيولي 18 داخل في لاباز، وأعتقد الويت حتى الويت خصو يدخل في لاباز. هادو هما برونوستيك ديالي. تحياتي لكم، خليت لكم راحة ومع السلامة.